ونبقى مع كريم بيبرس من مهرجان العالمين الجديد. كريم، بعد التحية، ماذا عن الفعاليات المختلفة لمهرجان العالمين، وماذا أيضا عن سباق السيارات شديد السرعة مع الفتيات والسيدات؟ نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ربما فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية تنوعت بشكل كبير، فكما ذكرت يعني سباق السيارات الذي بدأ بالفعل منذ أول أمس، هذا السباق الخاص لمدة أسبوع وهو موتور ويك لسباق سيارات شديدة السرعة، للدريفتينج، لعدد آخر من أنواع سباق السيارات، متواجد للمرة الثانية في مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. المميز هذه المرة هي مشاركة البنات والسيدات لهذه السباقات. تحدثنا معهم ورأينا من هم أول مرة يشاركون في هذه السباقات، ورأينا أحلامهم وطموحاتهم، وأيضا يعني تحدثنا مع من لهم خبرة بالفعل في هذا المجال، وكيف لسيدة أن يعني تتحرك وتندمج في هذا المجال المعروف عنه أنه خاص دائما بالرجال، لكن كان هناك يعني تعاون كبير من كل من كانوا في السباق، يعني أخذوا معهم الصور التذكارية وساعدوهم وكانوا يعني خير سند لهم في هذه السباقات. ولكن دائما الفكرة هي الوصول للأحلام وتحقيق الأحلام، وجاءت هذه الفرصة لهذه السيدات وهذه البنات داخل مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية عبر هذه السباقات. لكن الأمر لا يقتصر على سباق السيارات فقط، هناك أيضا سباق للدرجات النارية والدرجات البخارية، بالإضافة أيضا لسباقات الكارتينج وهي سيارات صغيرة جدا للأطفال لا يتعدوا 10 سنوات و15 عاما أيضا. وهناك بالإضافة لذلك الفعاليات الرياضية المتعارف عليها هنا في مهرجان العالمين الجديدة، كل من جاء إلى هذا المهرجان صار عنده معلومة كافية أن هناك شواطئ بها ملاعب لكرة القدم، ملاعب لكرة السلة، للبادل، لكرة الطائرة، كل هذا تواجد ومفتوح دائما طوال الوقت لكل من يريد أن يمارس الرياضة بشكل عام على الساحل أو على الشاطئ مباشرة. لكن هذا لا يمنع استمرار أيضا الفعاليات الثقافية والترفيهية، فعلى سبيل المثال المسرح في المنطقة الترفيهية ما زال يستقبل المسرحيات المختلفة في نهاية كل أسبوع، بالإضافة لواحدة من أهم الفعاليات داخل مهرجان العالمين الجديدة هو مهرجان نبتة. مهرجان نبتة للأطفال بدأ بالفعل منذ يومين تقريبا، وهناك مشاركة كبيرة من الأهالي والأطفال داخل هذا المهرجان نظرا لتنوع الفعاليات داخلية وتنوع الأنشطة بداخل مهرجان نبتة، من أنشطة رياضية، من أنشطة ترفيهية، من أنشطة تثقيفية، وأيضا ورش للحكي، وورش لتعليم التمثيل، وورش أيضا لاختراع وابتكار شخصيات كرتونية. يعني هناك يعني بعض المسؤولين وأيضا المتخصصين في صناعة الكرتون وصناعة الشخصيات الكرتونية جاءوا ليعلموا الأطفال كيف يبتكرون شخصيات كرتونية، وكيف أيضا يستطيعون أن يعني يعملوا على اختراع شخصيات جديدة في داخل الفكر المصري بشكل عام. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا هي الحفلات الغنائية الموجودة في اليو أرينا، وطبعا يعني كنا حضرنا الحفل الخاص بمسار إجباري وحمزة نمرة، والجميع في انتظار في نهاية هذا الأسبوع حفل كايروكي الذي له إقبال كبير من معظم فئات يعني الفئات العمرية داخل المجتمع المصري بشكل عام. أيضا بالإضافة لذلك استمرار فعاليات السيرك القومي والفنون الشعبية داخل الممشى السياحي بمشاركة عدد كبير من الأهالي والأطفال داخل مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. والآن عودة إليكم مرة أخرى. شكرا جزيلا لك زميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصرية.